النهاردة إن شاء الله المحاضرة هتكون introductory، يعني تعارف، ومش هناخد فيها أي material. إحنا بس هنتعرف على المادة اللي هناخدها وأقسامها إيه وهندرسها إزاي ومجموعات التيمز اللي هنتعامل بيها إن شاء الله لحد ما نخلص الكورس، وإيه نظامنا في الأسسمنت الاختبارات يعني والدرجات وإيه. تمام؟ نبدأ الأول بإن أنتوا متقسمين 3 شعب، شعبة 1 وشعبة 2 وشعبة 3، وقسموا شعبة 1 و2 و3 إلى شعبة كمان يعني نفس العدد ولكن متفرعة منها، يعني في شعبة 101 وفي شعبة 102 وفي شعبة 103، صح؟ فإحنا أوريدي إحنا 6 شعب، ولكن كل شعبتين 2 مضمومين مع بعض في حاجة واحدة. لذلك على التيمز ده هو تطبيق اللي هيتم من خلاله اللقاءات الأونلاين اللي بيني وبينكم إن شاء الله. هفتح لكم دلوقتي التيمز عشان يكون كلامنا عملي اكتر، ان انتوا تشوفوا ازاي بنتعامل المحاضرات الوجاهيه في التيمز. الاول كلنا لازم نكون منزلين تطبيق التيمز، كلنا منزلينه؟ تمام. تاني حاجه اسماءنا تكون مضافه على التيمز، وانا اوريدي اضفت كل الاسماء في 3 شعب، في الاول كانوا 6 وبعدين دمجنا كل 2 مع بعض فبقوا 3. فلما بتفتح التيمز اللي هو التطبيق العادي من على الموبايل بتلاقي فيه 3 شعب قدامك، شعبة 1 مع شعبة 101 وشعبة 2، هنا المفروض 101 هنعدلها ان شاء الله، وشعبة 2 مع شعبة 102 وشعبة 3 مع شعبة 103. اسمك لازم يكون في واحدة بس من الثلاثة، مش في الثلاثة مع بعض. خلاص، اللي باتنين بيبعت لي على الماسنجر هعرفك ازاي تتواصلي معايا عشان بدلتك من واحده منهم، اوكي؟ طيب، يبقى مبدئيا كل واحد اسمه لازم يكون مضاف لواحده من الثلاث شعب دول. ليه؟ لان احنا هندي محاضره واحده وجاهي في الاسبوع ومحاضرتين 2 اونلاين. المحاضره الوجاهي بتاعتكم هتكون دايما في الوقت ده اللي هو من الساعه 1 للساعه 2 يوم الثلاث. انتوا شعبه 103، يبقى من 1 ل2 يوم الثلاث بتشوفوني وبشوفكم ان شاء الله. طيب يوم الحد ويوم الخميس، خلينا الاول نقول يوم الحد. يوم الحد في مجموعه تانية بتاخد معايا في الصف هنا اللي هي مجموعه 1 ومجموعه 2 ومجموعه 3. طب بقيه المجاميع اللي هي 101 و102 و103 على التيمز، احنا بنكون بنسجل زي دلوقتي كده المحاضره وانا واقفه بديها لكم في الصف، لكن مش ببثها اونلاين، لا بسجلها بعمل لها ريكوردنج وبعدين بنزلها على التيمز، فبتقدروا انتوا تعملوا لها داونلود وتسمعوها في اي وقت اثناء اليوم او في اليوم اللي بعده. المهم انك تجي لي اليوم اللي هو الثلاث مثلا تكون سامع المحاضره بتاعت يوم الحد، ويوم الخميس تكونوا سامعين المحاضره بتاعت الحد والثلاث. نيفر. ومفيش اتندنس في الاونلاين عشان نبقى واضحين من الاول، يعني الاتندنس لا يهمني، انا اللي يهمني انك تحضر عشان تفهم مش عشان اخد حضور وغياب. فانت اوريدي المحاضره بتكون عندك وبتسمعها في اي وقت، لكن بشد التاني لازم تسمعيها قبل المحاضره اللي بعدها لان المحاضرات مش بتتكرر. يعني محاضره يوم الحد فيها ماده، بعد كده محاضره يوم الثلاث فيها ماده، ويوم الخميس كلنا بنحضر اونلاين، مفيش حد بيكون موجود في الصف، كلنا بنحضر في مواعيدنا. ازاي؟ بتخش يوم الخميس مجموعه 1 مع مجموعه 101 من الساعه 11 ل 12، مجموعه 2 مع مجموعه 102 من 12 لواحده، تفتح التيمز بتاعك وتدخل على المحاضره اونلاين. مجموعه 3 مع مجموعه 103 من الساعه كام؟ من 1 ل 3. طيب حصل اي ظرف، ما قدرتش احضر، الانترنت عندي حصل له دروب، يبقى بسمع المحاضره بعمل لها داونلود بعد كده وبسمعها. تمام؟ يبقى المحاضرات ان شاء الله مفيش منها مشاكل. انا طبعا احب اشوفكم في كل محاضره لان انتوا لسه سنافر ومحتاجين ان انتوا ايه تبقوا فاميليار بالمصطلحات اللي في الاناتومي وبالميديكال ترمينولوجي شويه، لكن هي سياسه الجامعه وقوانين الجامعه فلازم ان احنا ما نتخطاهاش. طيب انا ما فهمتش حاجه في المحاضره، مفيش بقى ريز هاند ومش هقدر لانها ريكوردد، بقصد طبعا محاضره اللي هي مش يوم الخميس، حد او ثلاثه. طيب يبقى هعمل ايه؟ بتواصل معاكم عن طريق الفيسبوك ميسنجر. ايه هو الفيسبوك ميسنجر؟ بتضيفيني على الفيسبوك. اوريدي انا بيتهيألي انا ضفت يعني اغلب الدفعه، يعني في حد لسه ما ضفتوش منكم على الميسنجر يا جماعه؟ تفتح ما شاء الله
خلاص ان شاء الله هضيفكم كلكم باذن الله. بتخشوا على الصفحه عادي بتاعت الفيسبوك وبعدين بتضغط على الايقونه دي اللي هي مها البلتاجي. هي للاسف الكفر فوتو مش راضيه تظهر من الصبح مش عارفه ليه، بس بتلاقي في في الدايره دي الصوره اللي هي قدامك بتاعت البرين دي. فحتى لو جربتوها دلوقتي لو معاكوا انترنت بتظهر قدامك مها البلتاجي وبتضيفني وانا بعمل اكسبت. مها البلتاجي على الفيسبوك بالانجليزي ايوه هي دي. تمام، بتضيفوني وانا ان شاء الله بعمل اكسبت وبنتواصل على الميسنجر. تبعتوا لي الاسئله بتاعتكم فويس نوتس يعني مسجله بالصوت او بالكتابه الطريقه اللي تريحكم. وطبعا لان في الاول هيبقى في اسئله كتير فمش هلحق اجاوب كل اسئلتكم مره واحده، فيعني ادوني فرصه ان شاء الله باذن الله at the end of the day اكون مجاوبه على كل الاسئله بتاعت كل الطلاب ان شاء الله. طيب يبقى اتكلمنا على الفيسبوك ميسنجر واتكلمنا على التيمز. في بقى قناه اليوتيوب، في قناه باسمي انا كنت عاملاها للطلاب التمريض الاونلاين السنه اللي فاتت واوريدي متسجل عليها كل محاضرات التمريض فروم A تو زد. فانتوا كلكم بتدخلوا بتعملوا فيها مشاركه وبتسمعوا المحاضره قبل ما بتيجي او بعد ما بتيجي زي ما انت عايز. نفس المحاضره هتلاقيها متسجله على التيمز، يعني هيبقى فيها اختلافات بسيطه لكن نفس الكونتنت. اليوتيوب شانل باسمي دكتوره مها البلتاجي برضو موجوده على الاي ليرنينج طبعا. ده اسمي بس برضو الصوره مش عايزه تحمل. دكتور مها البلتاجي تمام، تعملوا مشاركه وبتلاقي في بلاي ليست. عارفين يعني ايه بلاي ليست؟ اللي هي بتبقى موجوده في جوه القناه وبتضغط عليها اناتومي فور نيرسينج يظهر لك كل محاضرات الاناتومي. اسمعوها بقى وقت ما انتوا حابين. وفي فيديوهات هتلاقوها نازله على القناه، فيديوهات مساعده انا منزلها لكم علشان تفهموا فيها الماده اكتر. حد عنده اي سؤال فيما يخص قنوات الاتصال بينكم سواء كانت التيمز او اليوتيوب او الماسنجر؟ ها حد عنده اي سؤال؟ تمام. طيب عشان نبقى واضحين، قناة الاتصال الرسمية اللي بيني وبينكم هي التيمز، يعني مش بدخل في اي جروبات في الفيسبوك ميسنجر لان انتوا ليكوا جروبات كتيرة قوي كلها باسم دفعة تمريض 21 دي، ف يعني كده الموضوع هيتبعتر بين القبائل يعني. فاحسن ان احنا يبقى لنا وسيلة اتصال واحدة وهي ايه؟ التيمز. طرح الكل المادة مها البلتاجي، هتلاقي القناة فيها بلاي ليست جواها اسمها اناتومي فور نيرسينج، لان في جوه القناة في اناتومي فور ميديكال ستودنتس دي للطب طبعا هتلاقوها مشروحة باستفاضة اكتر، وفي فور دنتال للاسنان للفيزوثيرابي. فطبعا انتوا ايه يعني ابعدوا عن كل التخصصات الاخرى وخليكي بس في الاناتومي فور نيرسينج. حابب تسمع المحاضرة بالتفصيل اكتر ادخل بقى على الميديكال وعيش حياتك يعني. طيب ده بالنسبه للاتصال. اوكي طب هناخد ايه بقى في خلال السنه ان شاء الله او في خلال الفصل اللي هم ان شاء الله 12 اسبوع؟ يا رب ربنا يديني الصحه انا وانتم ويبعد عننا كل الامراض ونكمل مع بعض على خير ان شاء الله. بناخد الاناتومي مقسم على 3 مراحل، شهر شهر شهر. اول شهر بناخد فيه ايه؟ هفتح لكم دلوقتي موقع اسمه الاي ليرنينج، يمكن زمايلكم كلموكم عنه قبل كده، وهو موقع التعليم الالكتروني. الاي ليرنينج دوت الجامعه هي شاريه نظام معين اسمه نظام الموديل ومدخله كل الطلاب. وانس انك بتعمل ريجستريشن في القبول والتسجيل بينزل اسمك ورقمك الجامعي على الاي ليرنينج او موقع التعليم الالكتروني. ما بيختلفش كتير عن التيمز، الخلاف بس ان لو انا مثلا حابه اعمل لكم اساينمنت يعني امتحان، فبعمل الامتحان على الاي ليرنينج، والاي ليرنينج ده هو بيصحح الامتحان او الكويز اللي انتوا بتاخدوه وبتطلع الدرجه في الاخر بدون ما انا ايه اتدخل، يعني بدخل نموذج الاجابه فهو بيصحح اوتوماتيك. او ان مثلا يكون في المحاضرات موجوده زي التيمز كده، ما بنزلها على التيمز بنزلها برضو على الاي ليرنينج. فاللي انت حابب تتعامل بيه اتس اوكي اتس اب تو يو يعني، لكن انا برجح التيمز لان اي اعلانات هنزلها على التيمز، اي مثلا مواعيد امتحانات، مواعيد محاضرات، تاجيل محاضرات، تاجيل امتحانات، كله على التيمز ان شاء الله.
طب نفتح مع بعض موقع الاي ليرنينج. عارفين بتفتحوه ازاي؟ بتروحوا على الويب سايت بتاع الجامعه اللي نجيبه من الاول خالص. بتظهر لك صفحه الجامعه وبعدين بتدخل باليوزر نيم بتاعك والباسورد. كل واحد فيكم ليه يوزر نيم وباسورد صح؟ فبيفتح لك الصفحه دي. بعدين هنا في فور ستودنتس وفي فور ستاف. انت بتدخل فور ستودنتس لانك طالب. الستاف اللي هو الدكاتره يعني. احنا ندخل بالايكون بتاعك فور ستاف. وبعدين بنروح على الاي ليرنينج. بتظهر لك الصفحه دي. الكورسات اللي انت كلها متسجل فيها بتظهر لك في صفحتك اللي هي بتاعت موقع التعليم الالكتروني. دي الكورسات اللي انا بدرسها اللي هي اناتومي للدنتال، اناتومي للميديكال، اناتومي فور نيرسينج على حسب. تروحوا تفتحوا الاناتومي فور نيرسينج وتلاقي ال 12 اسبوع مترتبين قدامك من اول اسبوع لحد اخر اسبوع بتاخد فيهم ايه عشان ما تتوهوش يعني. خلينا نروح لاول اسبوع. بناخد في اول اسبوع جنرال انترودكشن، مقدمه للتشريح في علم التمريض. طيب اول حاجه هتلاقيها في الجنرال انترودكشن دي حاجه ليكوا انتوا اللي هي الاستادي جايد بتاعتكم. تمام، هنفتح الاستادي جايد كده مع بعض عشان نشوف ايه هي الحاجات اللي انا هدرسها في خلال الكورس. طبعا الكورس بتاعنا 3 ساعات نظري ما فيهوش عملي، يعني احنا هتتم الدراسه بس بالطريقه النظريه، لكن ان شاء الله ربنا يعيننا كده at the end of the course بننظم لكم لقاء في المشرحه. تيجوا عندنا بتشوفوا الجثث وانا بكون معاكم طبعا، وبتشوفوا الستراكشرز او الاورجنز جوه الجثه، وبتشوفوا العضلات والعظام والقصه اللي احنا ايه بنقعد نشرح فيها طول السنه دي. يعني احسن لك طبعا عشان تكون فاميليار بالاشياء اللي انت ايه درستها. طبعا الموضوع ده اختياري، ما فيش حد بيبقى يعني مش كومبالسوري عليك انك تيجي وتشوف في المشرح، ولو انه بتبقى فيري انترستنج يعني اكسبيرينس ان انتوا بتيجوا وتشوفوها بتنبسطوا جدا. اتفضل. نعم هاي كيف بتروح على موقع الجامعه؟ انت مسجل طبعا صح؟ عملت لوج ان؟ طيب روح على تحت خالص، مش بتظهر لك الشاشه السوداء دي؟ لا انت داخل على الاناتومي فور نيرسي. طيب يعني انت اوريدي معاك داخل على الصفحه. اوكي شوف اهي اول واحده اول اسبوع فيرست ويك. تمام دخلت اول هايلايت قدامك باللون الازرق ده، بتضغط عليه مكتوب الكورس كونتنت والكورس جايد. ظهر لك فتح ولا لا؟ تمام انزل بقى تحت معايا كده هتلاقي اول جدول ازرق ده اللي هو وصف الكورس نفسه، اسم الكورس وكام ساعه وهو نظري ولا عملي. تمام وبعدين بتلاقي جدول تاني موجود فيه التقسيمه بقى بالاسابيع، الاسبوع الاول هاخد فيه ايه، الثاني الثالث، لحد ما بنخلص مع بعض ان شاء الله. نمشي معاهم كده بسرعه نشوف هناخد اول حاجه. يا ترى هذاكر الاناتومي منين؟ السورس بتاعي حد يعرف؟ هي دي بالظبط كده، في دوسيه مجمعين فيها كل البرزنتيشنز بتاعتنا على هيئه بي دي اف من اول محاضره لحد اخر محاضره في الكورس ان شاء الله. الدوسيه دي مش غاليه، ب3 دينار، موجوده في الكشك اللي قدام التمريض. اسمها اناتومي فور نيرسينج باسمي مها البلتيجي. اسالي عليها. اسالي عليها، هم المكتبه طبعوها وعملوها دوسيه على بعضها، لان في الاول كانت بتنزل سلايدات لوحدها، كل اسبوع تنزل سلايدات، فكده احسن، لان السنه اللي فاتت اونلاين وما كانوش الطلبه بيجوا، فكانوا يعني بيتبهدلوا عشان يجوا كل اسبوع ياخدوا الدوسيه او يطبعوها من عندهم من البيت، فالاسهل ان احنا عملناها لهم في بي دي اف واحد ونزلت كلها على بعض. في حال حدوث اي تعديل، اي محاضره اتحذفت، اي حاجه اتضافت، بقول لكم عليها على التيمز ان شاء الله. تمام يبقى عرفنا هنذاكر منين؟ سلايدات. طيب السلايدات دي هذاكر منها ازاي؟ الحضور اساسي، مش اقصد اساسي عشان الحضور والغياب، حضور المحاضره اني اسمعها او اني احضر وجاهي، المهم اني لازم اسمع المحاضره.
اثناء سماعي للمحاضره انا بقول نوتس، النوتس دي مهمه، بتسجل النوتس دي ورايا القلم الرصاص كده جنب البرزنتيشن، والنوتس اللي بنعمل عليها ستريس اعرف ان هي جايه لك في الامتحان، واعرف انها مهمه في حياتك العمليه، هتفيدك بعد كده ان شاء الله في الفيوتشر بتاعك باذن الله كنيرس يعني. فحضور المحاضره سماعها يعني وتسجيل النوتس ده تقريبا 90% من المذاكره. الباقي بقى ان انا اعيد المحاضره تاني او اني ارسم او اني اسمع سورس خارجي عشان افهم، ده عليك انت. لكن لو عملت الحاجتين الاولانيين دول ان شاء الله تضمنوا الايه بمنتهى السهوله. ومعدلات الايه في الاناتومي احسن معدلات على مستوى الجامعه، الافريج بتاعكم يكون فيري هاي، لان الماده ان شاء الله تكون سهله وبتطلع من المحاضره حافظ الماده، يعني مفيش بقى كلام ان انا مش هفهم ده انا هرجع امتى ذاكر تاني ولا هسمع سورس تاني عشان افهم. اوعدكم ان الكلام ده كله ان شاء الله ما يبقاش موجود. الاستعداد موجود لان اصلا يس شايفه كل اسبوع بينزل لك فيه السلايدات بتاعتك اهي. اهي شايفه العلامه الحمراء دي اللي هي السلايدات، والباقي ده اللي هو اللينك بتاع اليوتيوب تشانل عشان تروحي تسمعي المحاضره. لا 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 مش لازم، هي نفسها هي نفسها يعني. خلي معاكي، انا دايما بحب اذاكر من حاجه تكون هارد كوبي، مش اني اسمع على الكمبيوتر او اشوفها على الشاشه، مش بستريح يعني عشان اقعد اعلم وكده تلاقي كتب الاناتومي كلها عندي متشخبط فيها ما تعرفيش تقري منها حاجه. فدي على فكره طريقه احسن تسمعي عن الاوديو فيجوال، ان انت تسمعي وتشوفي وتكتبي، ده بيثبت المعلومه اكتر. حد كان بيسال حاجه؟ شفتي كليه التمريض؟ طيب مش في كشك قدامها على طول مكتوب عليه جيو برينت اللي هو بيصور وبيبيع لاب كوتس وكده؟ هو ده. حد مش عارف يجيب الدوسيه منين؟ من كليه الطب. ابدا المحاضرات جاهزه من السنه اللي فاتت والحمد لله عشان تفضل معانا يمكن 3 سنين قدام كده مش هنغيرها باذن الله. تمام؟ يعني ده الاب تو ديت. وهتلاقي اللي نازل لك في الكشك بتاعه 2020 مش بتاعه 2021 اللي هي بتاعه السنه الماضيه. حد عنده اي اسئله؟ لا مش على الاي ليرنينج بقى، الخميس هتدخل على التيمز. تمام؟ محاضره الخميس هتدخل على التيمز الاونلاين. بس حتى دكتوره حتى محاضره الاحد هتكون على التيمز. يعني شوفوا في دوسيات كتير نازله وانا بصراحه غير مسؤوله عن اي سورس تاني انتوا هتذاكروا منه، لان زمايلكم عملوا مراجعات وعملوا تفريغات وعملوا دوسيات لحالهم مش هي اللي انا عاملاها. ايوه بالظبط كده. والخميس اللي عايز يحضر لايف اوكي، اللي عايز يسمعها بعدين عادي. مين بيسمع؟ باذن الله. لا يعني انا هسجلها اونلاين. تنزل على الوحده. هي مش بتنزل يعني انا بكون بسجلها على الوحده. لكن هتلاقيها بقى متسجله بعد الساعه 1 بعد الساعه 2 يعني. تعمل لها داونلود بعد الساعه 2. كيف نظام توزيع العلامات؟ نظام توزيع العلامات هقوله لك دلوقتي واحنا ماشيين في الجايد، في الاستادي جايد. كافيه ووافيه. تمام؟ سلايد سهله بسيطه كل الفصل ان شاء الله، وفيها الستريشنز كتير عشان رسم يعني عشان يبقى الموضوع اقرب بالنسبه لك. الاناتومي طبعا ما هو الا رسم، لازم يكون رسم قدامك عشان تشوف. فيما يخص الماده حد عنده اي سؤال؟ طيب نيجي بقى على اول اسبوع هنشوف هناخد فيه ايه. هنا نفتح ال كورس كونتنت تاني اهو. الريفرنس اللي موجود عندكم ده عباره عن تكست بوك. التكست بوك ده مش عشان تشتريه ولا حاجه ولا عشان تجيبه يبقى عندك في البيت تذاكر منه، لكن هو سورس اضافي لو حد حب ان هو يزيد في معلوماته من الاناتومي بيروح لكتاب سنيل ده. موجود في المكتبه عندكم في الجامعه، موجود اونلاين تقدروا تعملوا له داونلود، وفي اطلس منه عشان تشوف رسمات الاناتومي،
يعني هو تكست بوك كبير طبعا، فانت مش مطلوب انك تذاكر منه لان ده طلاب الطب وطب الاسنان والصيدله كله مرجع طبي واحد يعني، فده مرجع مساعد. لكن زي ما اتفقنا المذاكره كلها هتبقى من فين؟ من الدوسنت. اول اسبوع هناخد فيه انترودكشن تو اناتومي فور نيرسينج اللي هي اكشوالي هتبقى محاضره يوم الخميس. طيب بعرفكم فيها معنى كلمه اناتومي ايه، بعرفكم فيها حاجه اسمها ميديكال تيرمينولوجي يعني المصطلحات الطبيه، ودي بتبقى يعني شورت نوتس. الباقي عليك انت، انت ادخل على الويب سايت او ادخل على حتى يوتيوب واسمع محاضرات في الميديكال تيرمينولوجي دي هتفيدك كتير قوي، كانك بتاخد كورس انجليزي. هو الاناتومي مش انجليزي، الاناتومي لاتين يوناني يعني، فعلشان كده احنا مش بنتعامل باللغه الانجليزيه كلغه اساسيه. يعني زي ما اديت مثال لزمايلكم كلمه سودو ستراتيفايد كولامنر سيليتد ابيثيليوم، اتس ا نون انجلش وورد، يعني انا مش فاهمه بالانجليزي دي تترجم ازاي. فده مصطلح بيعني النسيج الطلائي، النسيج الطلائي اللي بيكفر الجسم. فشوفوا يعني هي كلمه واحده، هي كلمه واحده بس مش كل الكلمات بتبقى بهذه الصعوبه. انا اخترت لك كلمه صعبه عشان تعرف ان مش الانجليزي هو اللي انا درسه قبل كده هلاقيه في الاناتومي. مثلا كلمه بعيد وقريب اللي احنا بندرسها في اللغه الانجليزيه far و near، لا في الاناتومي هنقول medial و lateral، امام وخلف، anterior posterior مش front و back، فوق وتحت مش up و down، superior و inferior. فخلال دراستنا للانترودكشن هنمر على هذه الكلمات والحركات اللي بيتحركها جسم الانسان بمختلف بقى ايه وضعياته. يعني مثلا الحركه دي بنسميها ايه؟ لا تاني، قولوا بالعربي خليكم سامبل، حركه التاني وحركه الفرد، تاني فرد، انقباض انبساط ماشي وريلاكسيشن. لكن عندنا بقى في الاناتومي هنقول عليها فليكشن واكستنشن. فليكشن يعني تاني واكستنشن يعني ايه؟ فرد. ابدكشن وادكشن، بعد قرب، تمام. كل ده ان شاء الله بنتعلمه في اول محاضره. ها لا مش معلومات عامه، انت كده بتدخل في صلب الاناتومي كده، دي اسئله امتحان بقى. بس ما تخافش الموضوع بيتكرر كتير وبتبقى فاميليار بيه وما بيبقاش صعب ابدا عليك. جدا الموضوع مش بيبقى صعب، يعني يمكن انت بتاخد صدمه في الاول من الاسماء الكتير والغليظه دي، لكن والله الموضوع بعد كده هيبقى اسهل بكتير. وبجيب واحد منكم هنا ان شاء الله تكون انت، وبوقفه هنا وبيعمل الحركات دي قدامي وانتوا بتقولوا هو عمل ايه بالليتن ووردز معايا. فالموضوع سهل ان شاء الله، ما تقلقوش ابدا. طيب ده بالنسبه للانترودكشن، خلصنا محاضره الانترودكشن. بتيجي محاضره بعدها اسمها الهيومن سيل وهي الخليه. احنا بقى عندنا الشهر الاول ده بعد ما بنخلص الانترودكشن بندرس حاجه اسمها هيستولوجي. يعني ايه هيستولوجي؟ علم الانسجه. ليه بندرس هيستولوجي وايه علاقه الهيستولوجي بالاناتومي؟ بالظبط اصغر جزء من جسمك هو الهيومن سيل الخليه، وبالتالي مجموعه خلايا بتكون ايه؟ اللي هو التيشو، ومجموعه تيشوز بتكون عضو اللي هو الاورجن، مجموعه اورجنز بتكون سيستم اللي هو الاناتومي بقى. فاحنا لازم ندرس اول جزء وصولا لاخر جزء. فاول شهر ان شاء الله بندرس الهيستولوجي بتاع السيل، ودي محاضره شيقه جدا وانتوا بتكونوا اصلا درسينها من قبل في الاحياء، اللي هو الخليه والسيتوبلازم وعضيات الخليه، الميتوكوندريا، الريبوسومات، اجسام جولجي، الشبكه الاندوبلازميه. بس كله بقى بيبقى بالايه؟ بالانجلش او بالليتن بقى، خلينا نقول المحاضره بتكون سهله جدا. بعدها على طول بنبدا ندخل في الانسجه. اول نسيج طبيعي اللي هو بيبقى كفرنج، يعني بيغطي، اللي هو النسيج الطلائي اللي هو فيه سودو ستراتيفايد كولامنر سيليتد ابيثيليوم اللي احنا قلنا عليها دي. طيب الانسجه بقى المختلفه والكلام ده كله بندرسه في المحاضره اللي هي رقم 3 دي، اللي هي الابيثيليوم. كلمه ابيثيليوم يعني طلائي. يعني ايه طلائي؟ مش مبطن بقى، مغطي. وكمان ينفع مبطن على فكره، لان في اورجنز عندك زي الانتستين اللي هي الامعاء جواتها في لايننج، ده برضو بيبقى ابيثيليوم. فالابيثيليوم سواء كان كفر او لاين ده بيبقى ايه؟ كله على بعضه اسمه ابيثيليوم.
اللي بعده على طول اسمه connective tissue. كلمة connect يعني ايه؟ يضم. هذا هو النسيج الضام. ايه النسيج الضام ده؟ يعني اللي هو بيعمل البلك بتاع التيشو نفسه. لو مسكت الليفر اللي هو الكبد، الكبد ده مش عليه قشرة كده تقدر ان انت تقشرها، ده الابيثيليوم. طب والكبد نفسه بقى هو ده النسيج الضام، اللي هو اللي بيبقى فيه الشرايين والأوردة والخلايا والأعصاب وكل اشي تاني غير الكفر. طيب بعد كده بيكون الأسبوع، سوري الشهر الأول خلص. لما بنكون خلصنا الكونكتف تيشو الشهر الأول بيكون خلص، بنعمل لكم امتحان. امتحان ده من 20 درجة، كويس بسيط خالص، 20 سؤال كل سؤال عليه درجة، غالبا كلكم بتفللوا فيه بإذن الله، يعني لأن أولا معاكم الأسئلة وإجاباتها. اللي ما بينجحش فيه ده هو بيبقى مش عايز ينجح بصراحة يعني، فأنتوا اعمل اللي عليك والباقي ربنا إن شاء الله بيساعدك فيه. طيب بعد ما بنخلص الشهر الأول بندخل بقى على البون والماسلز. إيه البون والماسلز؟ أول حاجة رقم 5 السكيليتال سيستم، وهو الجهاز الهيكلي العظمي، عظمات جسم الإنسان بقى، عظام الفيس وعظام الأبر لمب اللي هو الطرف العلوي وعظام اللور لمب الطرف السفلي. وبجيب لكم الهيكل، أيوة بجيب لكم الهيكل هنا وبتدرسوه وبتشوفوا العظم. وانت بقى ممكن اكسترا من عندك تدخل على يوتيوب مثلا تشوف في الشانل بتاعتي، انا مصورة العظمة ومصورة الهيكل العظمي، فتقدر ان انت تاخد فيها معلومات اكتر. بعد ما بنخلص العظم طبيعي ندرس الايه؟ العضلات. العضلات هي muscular system 1 and 2، يعني احنا بندرسها على اسبوعين، لان طبعا جسم الانسان مليء بالعضلات، فاحنا بناخد فيها اللي بنقدر عليه والحاجات المهمة بالنسبة لك. يعني مش كل العضلات بندرسها، في عضلات بتكون مهمة جدا لطالب التمريض. Let's say مثلا اكتر عضلة الهارت يعني ايه؟ كعظمة داخلية. خلينا نقول العظام الخارجية، العضلات الخارجية، العضلات الخارجية. ايه اكتر عظمة بيتعامل معاها الممرض؟ الايه؟ الخلفية، العضلة الخلفية. اشمعنى؟ بتعطي فيها الإبرة، فلازم تكون فاميليار ازاي بتعطي الإبرة، الكيفية والمكان. فبالظبط خليني بقى يعني شوية اخش من الحتة دي على حاجة انترستنج كده عشان تفهموا قد ايه موضوع العضلات ده ريليتد لشغلكوا انتوا. شايفين الرسمة دي؟ خلينا نعمل لها ديسكارد ونرسمها من اول وجديد. العضله الخلفيه اللي هي طبعا اسمها جلوتيوس ماكسيموس، دي اكبر عضله في جسم الانسان كله. جلوتيوس ماكسيموس موجوده ازاي؟ ولنتخيل ان ده هو ايه الجسم الانسان اهو، رسم كروكي طبعا، وهنا ده اللور لم بتاعته، رجل اكبر من رجل اهي، وهنا دي الجلوتيوس ماكسيموس بتاعه. في هنا خط مهم قوي في جسم الانسان اسمه خط الوسط، لا مش السباينال كورد، هو خط الوسط بيمر بالعمود الفقري. لكن خط الوسط ده بلين عندنا في الاناتومي، احنا مستوى يعني، بيقسم الجسم الى رايت وليفت، وعليه بقى بنشتغل في المحاضره الجايه كتير قوي. نقعد نقول القريب من خط الوسط نسميه ميديال، والبعيد عن خط الوسط نسميه لاترال. دي بقى من الميديكال ترمينولوجي اللي احنا هنتعامل بيها. فكل ما بنقرب من الوسط نسمينا ميديال. يعني مثلا علاقة الرايت اي بالرايت اير، الرايت اي از اميديال ستراكشر، لكن الرايت اير از الاترال ستراكشر. الابر لم بالنسبة للنوز مثلا، النوز ميديال لكن الابر لم بايه؟ لاترال. جوه كمان في الاعضاء، الهارت ميديال لكن الكدني لاترال. يبقى كل ما بقرب من الوسط ده نقول ميديال، ببعد بنقول لاترال. فباجي بقسم الجلوتيوس ماكسيموس دي الى 4 ارباع بالمنظر ده. اوعى تعمل كده على البيشنت، يعني توقف البيشنت وتجيب حرف تي وتقعد بقى تقسم وتقول له استنى احسن هنا في سنتي زياده. لا طبعا الكلام ده غير مقبول، الكلام ده بيتم بالممارسه. خلاص انت بتبقى عارف اوريدي المكان اللي هتدي فيه الابره وتخرج منها على طول، تمام؟ فانت بالعينك كده بتقوم ايه مقسم الاربع ارباع دول. وبعدين باجي في الربع اللي فوق ده بنسميه upper lateral ولا medial؟ lateral. lateral لانه بعيد عن خط الوسط، لكن ده بنسميه ايه؟ upper
ميديال لانه قريب من خط الوسط ده او ده طبعا. والابر لاترال ده برضو ده اسمه الابر لاترال. طب اللي تحت ده نسميه ايه؟ لور ايه؟ لاترال. وده لور ميديال وده كمان زيه لور ميديال. طيب يا ترى انا بقسم كده ليه؟ عشان اعرف انا هدي الابره فين؟ فين بدي الابره؟ ها؟ الابر لاترال. طيب يعني بعطيها هنا، نعمل علامه صح بالاخضر كده على الجزء ده او الجزء ده. طب ببعد تماما والموست دينجرس اللي هو الخطر قوي، ان ادي فين؟ مش الابر ميديال، اللور ميديال. الغلط او الخطر جدا اني ادي في الربع ده. طب اشمعنى الربع ده؟ برافو عليكم، بيكون قريب من الاعصاب. ليه من الاعصاب؟ لان زي ما اتفقنا هنا في العمود الفقري، العمود الفقري ده بيكون مكون من 33 فقره بيكونوا فوق بعض كده من اول العنق لحد تحت اللي هو الكوكسس او العصعص يعني. فما بين الفقرات وبعضها بيكون في حاجه اسمها الفرتبره، هي الفقره. ما بين الفرتبري بقى وبعضها بيكون في غضروف. بيكون في ايه؟ غضروف. يعني ايه كلمه غضروف؟ ايوه، ماده هلاميه كده، كارتليج. خلينا نتكلم بالعربي في الاول عشان الناس ما تتعقدش، واضح ان هنا في ناس في تجسير يمكن. هنا كده بيكون في غضروف. الغضروف ده عشان المرونه في الحركه، تيجي تتني وتفرد العمود الفقري بتاعك يبقى الموضوع سهل، ما يكونش فيه احتكاك ما بين الفقرات ويصير تاكل بقى والقصه دي. حتى الغضروف ده في ناس كتير قوي بيحصل لها حاجه اسمها ايوه ديسك. ديسك دي يعني ايه؟ انزلاق غضروفي. يعني انزلاق غضروفي يعني جزء من الغضروف ده يقوم خارج لبره. يخرج فين؟ يخرج كده بالمنظر ده كده. طيب جوه العمود الفقري جواته في قناه، القناه دي ماشي فيها حاجه اسمها الحبل الشوكي. ايه الحبل الشوكي ده؟ ده اللي بيخرج منه كل الاعصاب اللي بتغذي جسم الانسان. فجوه هنا فيه الحبل الشوكي اللي هو سميناه السباينال كورد، هنعرف بعدين السباينال كورد ده. طيب السباينال كورد ده هو واحد لكن بيخرج منه على ناحيتين اعصاب طرفيه نسميها سباينال نيرفز، تلاقوش من الاسماء. هو في خط الوسط بالظبط لانه ماشي في الفرتبرال كانال. تخيلي ان ده العمود الفقري والسباينال كورد كده بالظبط. ما بين بقى الفقرات وبعضها بيطلع من الناحيه اليمين والناحيه الشمال اعصاب طرفيه تفضل تتفرع لحد لما توصل للعضلات مثلا اللي هتغذيها او الانسجه اللي هتغذيها. طيب شايفين علاقه الاخضر اللون الاخضر اللي هو الديسك مع العصب؟ ايوه الديسك اللي هو ده الاخضر ماشي اللي هو الغضروف مع العصب اللي هو لونه اصفر ملامس صح؟ فمعناته ان لو حصل انزلاق هيضغط على العصب فيصير بقى المشاكل اللي هي بتحصل للمريض اللي عنده انزلاق غضروفي. في الاول بتظهر بايه؟ بتنميل خدلان يعني نمبنس. بعدين لو الموضوع ساق معاه يصير ويكنس، لا مش شلل على طول، شلل دي مرحله متقدمه جدا. ضعف. ضعف في ايه؟ في العضلات اللي بتتغذى بهذا العصب. بعدين يصير باراليسيس بقى والعياذ بالله. لازم يتدخل الطبيب في هذه المرحله. نعم سؤال. في هنا سؤال وفي هنا سؤال، اتفضلي. احكي انه بس بينزل على الرجل من الاعصاب يعني. لسه هنحكي بقى حته الرجل دي، ها؟ طيب مفيش سؤال. ايه علاقة الكلام اللي احنا بنقوله ده باني ما اديش الابرة في المكان اللي احنا قلنا عليه لور ميديال؟ لان في عصب بيتضرر في هذا المكان. العصب ده بيخرج من الحبل الشوكي بالمنظر ده. بيمشي في الرجل كلها. وهذا العصب هو اطول عصب في جسمك. واسمك عصب في جسمك. واسمه سياتيك نيرف او عرق النسا. كلمة نيرف يعني عصب. لانه كبير بيسموه عرق. طيب لو انا بقى عطيت الابره في المكان اللي هو مكتوب عليه غلط ده، يبقى انا موست بروبابلي بدخل في اي عصب؟ عرق النسا ده اللي هو ان انا بعمل له شلل. هحقن مش هيضغط بس، ده انت بتحقني
المادة بتاعتك بتحقنيها في العصب، وده طبعا يعني خلاص انت عملتي له شل، فالشخص داخل ياخد إبرة يطلع من عندك مشلول. فطبعا دي يعني حاجة عمرها ما بتحصل بصراحة، يعني ما فيش حد إلا إذا كان بقى حد مدرسة تمريض وراح يدي إبرة، يعني ده طبعا هتبقى مشكلة كبيرة. ليها طبعا بروسيجر معينة أو تكنيك معينة، إني بدخل بالإبرة عمودية في المكان اللي قدامي، وإني بدخل بكل الإبرة مش بسن الإبرة، وإني إيه بحقن في المكان المخصص اللي إحنا قلنا عليه، بخلاف لو أنا بحقن أو بسحب عينة من وريد. طبعا كلنا أكيد عملنا تحاليل قبل كده والممرض سحب لنا عينة دم. طيب بيسحب العينة إزاي؟ أشهر مكان بتسحبي منه عينة الدم هو في المنطقة دي، فين مش أرتري. يعني إيه فين؟ يعني وريد. أرتري يعني شريان. الفرق ما بين الشريان والوريد؟ تمام. كاربو دايوكسيد. تمام. الشريان بيخرج من القلب اللي هو المضخة الرئيسية، والقلب ده أكتر شريان بيخرج منه وأكبر شريان هو اسمه الأورطة أو الأبهر. يفضل بقى يتفرع الأبهر ده لحد ما يغذي جسمك كله، بعدين الأكسجين اللي فيه يروح للتيشوز والأورجنز، بعد كده الميتابوليزم بيحصل اللي هو الأيض، فبيخرج الأكسجين لإحتياجات الجسم ويرجع كربون دايوكسيد مع الميتابولايتس أو الويست اللي هو المخلفات الناتجة عن الأيض. مين بقى بياخد المخلفات دي؟ الوريد اللي هو الفين. عشان كده دايما في الكتب الاناتومي تلاقي الفين باللون الازرق والشريان باللون الاحمر، لان الفين فيه كربون دايوكسيد والشريان فيه اكسجين. بيرجع بقى على الهارت، والهارت يوديه على الرئه، والرئه تاخد منه كربون دايوكسيد وتديله الاكسجين وترجع تضخه تاني للدم. هناخد ده كله في الدوره الدمويه الكبرى والصغرى لما نوصل للهارت ان شاء الله. يبقى عرفنا التكنيك بتاع الانتراموسكولر اللي هو حقن المحلول داخل العضل مختلف عن حقن المحلول او سحب الدم من الوريد. لازم الابره تكون بزاويه 45 درجه تقريبا، مش عموديه، ما تدخلش بالابره كلها والا هتدخل وتخرج من الناحيه الثانيه، فتبقى مشكله وتعمل التهاب وريدي للشخص. وبتكون فيري سمبل، تسحب في الاول تلاقي الدم دخل في الابره اللون الاحمر، تعرف ان انت مكانك صح وتقوم ايه ساحب بقيه العينه. او لو انت بتحقن محلول وريدي برضو بتسحب شويه تلاقي اللون الاحمر تقوم حاقن بقيه المحلول. طب جربت مره ان انا اسحب ما لقيتش دم، اغير، مش اقعد بقى ايه احلف اني لازم اسحب له دم من هنا، لا هو انا مش بتدرب على المريض ده، حرام يعني، ده امانه في ايدين، فخلاص بغير المكان او بستخدم تكنيكس تانية. يعني في ابر تانية بتبقى صغنونة جدا بيسموها الباترفلاي، بيسحبوا بيها الدم للاطفال مثلا. يس، بتسحبي من المكان هنا او من هنا من تحت. نعم. اذا ما كان في هون لو يعمل رتبة او الراس او حتى بيتك مرة سألت معي لا هون ولا هون سحبوا منك من رقبتك؟ ابني سحبوا بس انا مرضت، يعني هون 15 ابر ضربوا. انت يمكن تكوني كان ساعتها مثلا مش كل شرايين كتير صغيره، ممكن مش شرايين الاورده الابره، او ان مثلا تكوني خايفه كتير، او مثلا في شوك يعني صدمه، فما بتلاقيش الوريد بتاعك ظاهر. طب تحكي لي خالص من او رجلك هناك عامله اخر لغايه مثلا، يعني هو برضو ايه مش حلو انك تكوني خايفه قوي وريتابل وكده وانت بتسحبي، كنت صغيره. فالممرض الشاطر، المقصد ان الممرض الشاطر بيقدر يتعامل مع البيشنت اللي قدامه بحكمه وبروفيشناليتي، يعني بيكون مهنيه، مش بقى ان هو فار تجارب المريض اللي قدامي وبعض. وبعدين سرعه البديهه مهمه قوي بالنسبه لكم، زي ما بقول لزمايلكم في المحاضره اللي فاتت، مريض جالك على الطوارئ ان شاء الله لما تروح المستشفى وتكونوا في الطوارئ، يجي لك مريض بينزف كتير قوي قوي من شريان في رجله هنا محترم كده، يعني تعمل له ايه المريض ده؟ اول شيء بنقي في الدم، اول شيء بيجي في بالي ان ايه هاو تو كنترول بليدنج، ماشي، مش اني اسحب له عينه الدم واشوف سبب الدم ايه، او اني اعمل له فايتال ساينس، استنى بقى لما اقيس لك الحراره والضغط والنبض يكون سبحان الله فايص مني، فلا بالظبط. فانت لازم تكون، لان انت اول واحد بتشوف المريض مش الدكتور، فيا اما توديه صح يا اما توديه تحت الارض، يعني خلوا بالكم، الله يكرمكم الناس، امانه، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا.
نرجع تاني للكورس جايد. خلصنا الماسكولار سيستم نطلع. زهقتي مني؟ الله يسامحك. خلاص